السلام عليكم بنات. ماما قد كاميرا شوية عند برت واحد ستيب وراء طبيعية. المهم اليوم ما شاء الله بحول الله غنهضر معاكم على البلوك ديالي، غيكون ان شاء الله غير الهضرة. المهم كي شفتو البارح انا يا شدي الطريق صراحة وصلنا مسخسخين والله العظيم، الا تسخسخنا في الطريق شفتو انا يا سمعوني واقف كنتفوه يا راس ساعة مازال عد تسعود وانا كنتفوه حيت عييت والله الا عييت. المهم وصلنا مع 8 ولاني وصلنا مسخسخين. انا بدا كي وصلت صافي حيت حوايجي صافي ديريكت دخلت نعست، لا انا لا فؤاد صافي كنا اصلا كلينا وهذا وصافي. المهم جينا نعسنا. المهم هاد الصباح مونطيت لكم فيديو حطيته كيف شفتو وصافي. المهم قلت اليوم كنت في الصباح صافي غنشقى وهذا، طلعت المالطات للسطاح يتشمشو كنت غنسيق. ساعة الجو تقلب واحد العجاجة ناضت كطير بنادم، الجو ما يصلح لا للتشماش لا حتى شي حاجة. صافي ديك اي جمعت بيتي خويت لي فاليز ديالي ديال فؤاد، لي صبني صبن لي غيترد يطرد وصافي. هي هذيك انت قلت والله تمشي للحمام نكمد عظيماتي، عييت البارح قلت والله تمشي للحمام. الدار ما عندنا بارد واخا الدوش واخا هذا، ولكن حتى واحد ما يقدر يدوش صراحه في الدار، فقلت علاش لا ما نمشيش نتحمم. المهم ديك جمعت حوايجي ونسيت المالطات في السطح، المهم انا تفكرتهم قلت نطلع بدا نجيب المالطات عاد نمشي للحمام. يلا على البنات انا طلعت للسطح كنشوف السطح ما كنلقى الطماطه فين مشاو، بقيت كنشوف شو قلت صافي راه طيرهم البرد ولا. المهم هبطت للزنقة لقيت بعدا واحد جوج مالطات لقيتهم في واحد البلان خاوي، وحدة عاوتاني لقيتها مور الدار وحدة عاوتاني كتا هي حدا الدار. المهم ما رجعوا حياتهم فين ما يتشاف. صدق صبن بالهلاي يقزيه ليا. المهم هادشي اللي كاين صافي دخلتهم طلعتهم تحت تيتشمش الجو هذا وعاد نصبنهم صافي. المهم ديك مشيت للحمام تحممت صراحه كملت العظيمات وهذا صافي. جيت كليت داك الشيء خفيف اليوم، ما كليتش شي حاجه صراحه. كنقول لكم شنو كليت قولوا لي شنو كليتو. انا اليوم شنو كليت، فطرت الفطور اللي فطرت به الصباح صافي. درت ديك الظهر وجدت لفؤاد الغدا، انا خديت غير كاس العصير. من رجعت خديت واحد جوج بيضات مسلوقين واحد جوج تمرات صافي وشربت الماء. هادشي اللي الاخر اللي كليت اليوم النهار كامل. ايوا البنات غنعاود لكم شنو مشيت عند الطبيب شنو دوزت شنو قال لي. قلت لكم داك النهار حتى نمشي للدار ونعاود لكم، ما جبتهاش الفرصه من هادي لهادي. المهم دابا راني مرتاحه غنعاود لكم كلشي، ومنها حتى نتوما تستافدوا مني من النصائح اللي عطاني نقولها لكم. فكيف قلت لكم المهم نعاود لكم انا بعدا قبل تجربتي بعدا مع الضغط، مع ارتفاع الضغط. صراحه كان عندي مشكل ان كنت كيرتفع ليا الضغط بواحد الارتفاع اللي كيكون خطير. شي مرات راه حتى كيديوني يعني حتى كيضربوا لي لي براعد، كان هذا عاد كيرجع لي الضغط كيرجع زعما مستقر. فانا من النوع اللي كنت كناخد المده تقريبا ديال سنتين وانا كناخد الدواء ديال لاطونسيون صافي. كنت متبعه واحد بروفيسور عابر في الرباط، بروفيسور نتاع القلب والشرايين كتفتح. المهم صافي هي هذيك جات لوكازيون اني باش نرجع عندها، ما جاتش لوكازيون اني باش نرجع عندها وهذا صافي. مشيت هنايا عند واحد الدكتور حتى هنايا يعني غير في الطب العام، ولكن صراحه فادني اكثر واكثر. فهو اول ما مشيت عنده قال لي نسي شي حاجه سميتها الدواء، لان انت ما وصلتيش لديك المرحله. ديك الساعات كانت عندي في عمري 26 عام، قال لي انت ما وصلتيش لديك المرحله انك تاخدي الدواء، حاولي انك انت هاد الحوايج اللي كيستريسيوك في حياتك اللي كيخليو الضغط ديالك يرتفع
حاولي انتي تيفيتيهم بالرياضه انك الحمد لله انا ما نقول لكمش انا انسانه اجتماعيه وكان نضحك مع كل شيء نهضر، كان كيعجبني الجموع ماشي شي وحده انطوائيه، ماشي شي وحده اللي كتبغي تجلس بوحدها ولا، بالعكس عزيز عليا نتعرف على الناس، عزيز عليا نكون صداقات. اللهم لك الحمد المحيط ديالي كاع اللي داير بيا، عندي صديقات العمر نسميهم صديقات العمر، يعني صديقات اللي كتحس بيك اللي بزاف د الحوايج كتشاركيهم معاها، اللي كيكونوا عندك سند. دفو كتلقايهم هما ما كتلقايش العائله ديالك، انا كنقولها وكنعاود نقولها ولله الحمد. المهم فهو اقترح لي انا نبقى ندير رياضه، المهم مشيت في داك الريتم نتاع الرياضه نتاع اي حاجه كتستريس انا كنبعد عليها، ثم بقيت كنسوق. يعني انا من داك النوع اللي كنشوف الحاجه كنبقى لداخل كنتقص كنقول علاش وهادي وهادي، حتى اللي كنجيبها البنات هي في راسي والله القسم. انا من وحده اللي ضررت في صحتي بزاف لانني كنبقى نخمم في الحاجه وكنستريس مع الحاجه وكيبقى فيا الحال بزاف، لان انا حساسه بزاف قد هكا كيأثر فيا صراحه الله. ودغيا كنبكي كنعاود لكم حسيت بالدموع باغيين يهبطوا. المهم هذا هو اللي كاين، فالحمد لله ما بقيتش كناخذ والله ما لك الحمد نتاع الضغط، الحمد لله ما بقيتش كناخذه. صافي رجعت الضغط ديالي ديما كنعبرو لا فارماسي، الحمد لله ارجع مقاد ولله الحمد، نظمت ماكلتي ما كنديرش الملحه بزاف، يعني غاديه في نطاق انني الحمد لله راقبت ماكلتي، بدلت نمط العيش ديالي، ارتاحيت ولقيت نتيجه، مابقاش الضغط كيرتفع اللهم لك الحمد. المشكل نتاع الدار كنت كنعاني منه، وليني هاد تقريبا هاد العام ونص اثر عليا واحد الصفه كثيره بزاف بزاف، لان كنوقف بزاف كنشقى بزاف، كتكون عندي شي طلبيه ولا نهار كامل وانا واقفه والله القسم البنات الا شي مرات راهم تقريبا من كنفيق مع 8:30 الصباح ما كندخل الفراش باش نرتاح او نجلس حتى لديك 10:30 12 كل مره وشنو. مهم بحال لي ومع لو بوا، حتى لو بوا يعني عامل اللي كيخلي ان الظهر يضرك بزاف. المهم مشيت عند الدكتور كيف قلت لكم، دكتور ملحاوي هو نوروشيرجيان، اول ما شافني قال لي الوزن، قال لي المشكله ديال الوزن راها عامل اساسي. المهم قلت له الدكتور انا العام اللي فات راني درت يعني واحد الريجيم وسبور وهادي وكسميتو وطيحت تقريبا 15 كيلو. قال لي طيحيها، قال لي ولي ديك 15 كيلو اللي طيحتيها بديك السرعه غتولي تكسبيها بسرعه اقل. وفعلا انا ديك 15 كيلو اللي طيحتها رجعتها غير من كان الوقت الحاجر وهذا رجعتها، مابقيتش داك النظام اللي غاديه فيه، لان كل نهار تقريبا كنتمشى في الصباح ساعه ونص وفي العشيه ساعه ونص، وكندير لاصال من بعد لاصال كنمشي عاود نتمشى، يعني كنت عطي واحد لاطاك ما نقول لكمش. المهم قال لي خصك على الاقل طيحي 2 كيلو في الشهر. قال لي هاد 2 كيلو الا تبعتي واحد الحميه غذائيه اللي صحيه واللي ما غتضركش واللي غتقدي فيها غير ماكلتك، ماشي انني نحرم راسي. انا فعلا البنات واخا كنبارطاجي معكم داكشي راه داكشي اللي كناكل، المهم ما كنحرمش راسي، الا تشهيت شي حاجه ولا راه كناكلها، المهم كنديرها بطريقه صحيه. ديما كنمشيو في النطاق انك ديري ماكله صحيه. فهو قال لي يعني ما تفرسيش على راسك، حاولي انك طيحي الوزن بطريقه صحيه وطبيعيه، واخا ياخذ معك حتى العام حتى سنتين. المهم لان هذيك 2 كيلو اللي غادي طيحيها داك الشهر ما غاديش تعاودي ترجعيها ولو تاكلي ولو هذا، صافي لان صافي الجسم تخلص منها بصفه نهائيه. حسب ما طيحي 10 كيلو في شهر وغادي تولي تضاعفيها، تقدر توصل حتى 15 كيلو حتى 20 كيلو، صافي الجسم غيولي عاود يكتسب داك الوزن. المهم هاد النصيحه اللي صراحه نصحني بها وكنت محتاجاها،
فغندير بها ان شاء الله بحول الله. ومهم المشكل اللي وقع عندي انا عندي سياتيك، المهم هذا هو اللي كان عطاني واحد تريتمون تاع 3 شهور، 3 شهور ناخد فيه هذا الدواء، الدواء اللي عطاني لان كنت شكه من الحريق بزاف بزاف بزاف، عطاني الاغلبيه لهذا الانتي ما فلاماتوار. المهم غنشاركه معكم داك الدواء وداك الشيء تنشريه لان مازال ما خديته، تنهار الاثنين بحول الله ناخذه على صاحبتي. المهم غنشارك معكم كاع الدواء اللي عطاني، فقال لي ما هاد 3 شهور هادي مين غادا تساليها ان شاء الله باذن الله هتولي ترجعي عندي باش تبعي الترويض، لان ضروري خصني الترويض. بنات انا ما كنقدرش مثلا نجلس هكا هكا، راه هي الجلسه الطبيعيه، انا راني جالسه هكا كنجلس مايله يعني ما كنقدرش، ولفت هكا كنلقى راحتي، الا جلست هكا كنحس بالظهر ديالي كيتقطع، السنسور ديالي كيتقطع. فهو قال لي دوك الفقرات دوك العضلات اللي يعني كيشدوا لي كيليبر نتاع السنسور دابا ما عنديش كاع، سمحوا لي ماشي ما عنديش البنات، انا الطرخاوليه يعني، ولو شحيمات مابقاوش عضلات مابقاوش كيبانوا نهائيا. وسبحان الله انا البوا عندي غير فهاد لاسانتيغ نتاع الظهر والبطن، يعني الحمد لله من هنا ماشي شي وزن، وليني مجمع ليا غير من جهه البطن والظهر. فان شاء الله بحول الله غنتبع النصائح ديالو، والترويض قال لي ما يصلح لك حتى تنقصي في الوزن عاد، باش دوك كيديروا دوك الترويض باش دوك العضلات كيقصاحوا. ونتمنى ان شاء الله الخير من القدم، والواحد الصراحه هو يتهلا في صحيحته والله البنات، وصراحه الصحه راه نعمه، الصحه هي اللي كتديك، هي اللي كتجيبك، هي اللي كتخرجك، هي اللي كتزيد بك القدام. راه الا ما كانش عندك صحيحتك راه ما عندك والو، راه الوالد ديال الله يرحمه كيقول لك راه الصحه هي الكنز، راه هي الذهب، الا مشات لك الصحه راه ما عندك حتى شي اساس في الحياه. وفعلا سمحوا لي التليفون تقطع، ويقول يحمد الله على النعم، لانه كنجلسوا غير واحد 5 دقائق ونشوفوا النعم اللي ربي عطانا، الحمد لله كنوقفوا على رجلينا، عندنا يديداتنا، عندنا عينينا، عندنا اللهم لك الحمد، راه فضل من عند الله. وكنتفكر غير شويه النعم، راه صراحه الله راه الواحد ديما، انا من النوع اللي ديما كنشوف، ما عمري شفت فوق الناس اللي كثر، كنشوف ديما واحد اقل مني، فهذا كيخليني انا كنستغفر وكنحمد الله على كل شيء. وهذا هو اللي كان البنات، الواحد ديما يكون عايش بايجابيه، واهم من هذا صراحه يتخالط مع الناس الايجابيين، مع الناس اللي كيعطيو طاقه ايجابيه، مع الناس اللي كيجمع معاهم وكينسى الهم معاهم وكينسى وكينسى بزاف د الحوايج. المهم انا هكا عايشه حياتي صراحه الله، عندي ناس صديقات ديالي اللي صراحه الله فؤاد راه كيغني هو عايش الحياه عندي صديقات ديالي اللي كنمشي كنضحك معاهم الحمد لله، يعني ما كيزيدوش يكملوا عليك او ما كيزيدوش، كتنساي الهم، المهم الواحد كينسى الهم معاهم، هذا هو اللي كاين. فمهم نتمنى ما نكونش طولت عليكم صراحه، هذا اول فيديو غنهضر معكم كنقولوا فيس تو فيس، فنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم كيف كنقول لكم ديما وان شاء الله بحول الله عندي ما يدار في هذه السيمانه هذه، عندي طلبيات من كنت مسافره اللهم لك الحمد، جوني طلبيات بزاف كانوا في هذا اخر الاسبوع، والظروف الظروف المهم الظروف ما كانتش في يعني ما لحقتش انني نخدمهم. وهذا واحد الصديقه ديالي قالت لي انت كتخاطي مع رزقك، وماشي درت فيها، قلت لها بالعكس ما عمر الانسان كيتخاطى مع رزقه، الانسان كياخذ غير اللي مقسم ليه في الدنيا من الارزاق، هذاك ما كانش يمكن من المكتب ديالي او ما كانش في الرزق ديالي. فالمهم ربي يعوضنا خير، وما احنا جينا ان شاء الله بحول الله، واي حاجه درتها نشاركها معكم بطبيعه الحال. وما تنساوش اللي مازال ما تابوني تابونا معايا،
وما تنساوش الكومنتات زوينين صراحه، كلكم الاخوات اللي كيخليو لي تعاليق زوينه، شكرا بزاف لكم وشكرا على الدعم ديالكم، وان شاء الله بالدعم ديالكم ومتابعه ديالكم غدا نوصل باذن الله تعالى. وانا عندي احساس ان ان شاء الله القناه غتكون في المستوى ان شاء الله بحول الله. ما نطولش عليكم وتصبحوا على خير، ونتلاقاو ان شاء الله عن قريب.